بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ إن شاء الله يا جماعة النهاردة سلسلة مع بعض كده عن الويب ديفلوبمنت. الهدف من السلسلة دي إن شاء الله يكون إن إحنا نحاول نطبق مع بعض لغات البرمجة الخاصة بالسوفت وير أو بالويب ديفلوبمنت بشكل خاص، تمام؟ سواء الفرونت اند ديفلوبمنت HTML CSS جافا سكريبت او الباك اند ديفلوبمنت او الباك اند لانجويج اللي هي سي شارب و اس بي دوت نت ام في سي، تمام؟ طبعا اعرفكم بس بنفس الاول، انا هيثم شعبان سوفت وير ديفلوبر من 2010 ومعايا وائل كمان. اهلا وسهلا. طيب احنا وائل النهارده هنبدا اول محاضره ان شاء الله، وبعد كده لو حد فيكم عايز يكون معانا اونلاين المره الجايه طبعا هنسيب اللينكات بتاع الفيسبوك واليوتيوب في الوصف بتاع الفيديو، بحيث ان لو حد عايز ان شاء الله بعد كده في المحاضره الجايه ايه يبقى معانا اونلاين. طيب يبقى زي ما احنا قلنا السلسله دي عباره عن بوت كامب او ورشه عمل. في كل مره هنبدا نطبق مع بعض، نبدا من الاول خالص من الفرونت اند HTML CSS جافا سكريبت وهنطبق مع بعض. طيب هنطبق كتير، هنكتب مع بعض كود كتير، تاسكات كتيرة سواء في المحاضرة او سواء ان احنا هندي للناس تاسكات تعملها في البيت مع نفسها. اوكي طيب ايوه هومورك يا عم وائل. بعد كده طيب مين اللي بقى ينفع يخش معانا البوت كامب ده؟ الناس البيجنر، تمام؟ يعني اللي هي لسه ما تعرفش حاجه في الويب ديفلوبمنت. اوكي احنا زي ما نقول زي ما قلنا هيكون براكتسنج، يعني هيكون تطبيق بس برضو هنفهم، يعني هنفهم الكود ده جه ازاي، جه منين وراح فين والكلام ده كله، ده بحيث ان احنا مش بنكتب كود كده وخلاص. وطبعا لو في اي سؤال برضو ايه هتتواصلوا معانا طبعا، يعني اي حد في حاجه مش واضحه بالنسبه له هيكتب لنا سؤال سواء على اليوتيوب او على الفيسبوك، تمام؟ اوكي زي ما قلنا البيجنرز، الناس اللي عايزه تطبق برضو وتعمل مشاريع اتس اوكي، تمام؟ طيب زي ما قلنا الهدف من الموضوع ان احنا نطبق، يعني في كورسات كتيره جدا موجوده في السوق، بس ما في كورسات موجوده على اليوتيوب حتى لو كورسات مدفوعه بس برضو ما فيهاش موضوع التطبيق. يعني احنا ان شاء الله نحاول بعد كده في كل برضو في كل بعد مجموعه كل شويه محاضرات، يعني هنبدأ نعمل مشروع، تمام؟ نكتب نعمل مشروع كامل مع بعض، او ان احنا برضو ايه نعمل مشاريع او نطلب من الناس اللي هي تتشارك مع بعض في مشاريع، يعني كل مثلا مجموعة يعملوا مشروع، صح يا وائل ولا ايه؟ تمام. حتى اللي يدعو الله يثبت يكون موجود بعد كده ويعرف يوظفه حتى الناس تتعود ان هي تشتغل في تيم وورك، يعني لما صحيح. الناس برضو تطلع تشتغل مثلا ان شاء الله في شركة ولا حاجة او يكون مثلا معاه تيم بيشتغلوا في مشروع مع بعض، الناس تتعود على موضوع التيم ورك. هنحدد لكل واحد تاسك مثلا يعمله في المشروع، انت تبقى مسؤول مثلا عن جزء معين، انت تبقى مسؤول عن ديول معين، ونبدا ان اساين تاسكات للناس. اوكي طبعا هنستخدم تول تمانج الحاجات دي زي تريلو والكلام ده. فاحنا بنحاول ان شاء الله نحاول ان البوت كامب ده يكون كله عملي، يعني كله تطبيق سواء تاسكات سواء، بس المفروض ان انت بقى ايه يعني اللي عليك بقى ان انت تكون ما تزهقش من موضوع التاسكات، لان احنا هنكتب كود كتير وهنطلب من الناس تاسكات كتيره، تمام؟ الى جانب ان احنا البوت كامب ده ان شاء الله ممكن كل يوم مثلا مره في الاسبوع او مرتين، وهتكون المحاضره طويله شويه، تمام؟ فانت لو عندك شغف وعايز تتعلم وتطبق ان شاء الله يعني هينفع ان انت تدوس معانا. لو انت من النوع اللي بيسهى بقى يبقى ده ما اعتقدش ان انت هتكمل معانا، يعني وقت المحاضره بيبقى كتير، صحيح؟ ايوه يعني يكون ان شاء الله ممكن يوصل لساعتين، يعني في بعض الاحيان المحاضره بتوصل لساعتين. تمام هنقعد ندردش مع بعض ونطبق وان شاء الله يعني نستفيد باذن الله، تمام؟ طيب هنقول بس مقدمه سريعه كده، يعني ايه ويب؟ وانا كيوزر او يعني انا لو جيت مثلا فتحت كده مثلا طلبت اي ويب سايت زي جوجل، ضغطت انتر، ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي بيحصل في الكواليس؟ اللي بيحصل
ان البراوزر بيبعت اتش تي تي بي ريكويست للسيرفر لجوجل يقول له انا عايز موقع جوجل، صح؟ طيب الاتش تي تي بي ريكويست ده بيروح للسيرفر، تمام؟ والسيرفر بيبدا يرد عليه بريسبونس زي ما احنا شايفين في الصوره كده، تمام؟ براوزر اتش تي بي ريكويست بيرد، بيروح للسيرفر، السيرفر بيرد ب اتش تي بي ريسبونس، تمام؟ طيب هنا في حته بتقول لك يعني برضو حته ممكن تكون مهمه، ان الريكويست ده بيعدي الاول على اي اس بي. حد يعرف يعني، تعرف يا وائل يعني اي اس بي؟ لا لا. طيب اي اس بي يعني انترنت سيرفيس بروفايدر، اللي هو السيرفيس بروفايدر اللي موجود عندك في الدوله. لو انت في مصر مثلا تي داتا، او لو انت في السعوديه مثلا اس تي سي او موبايلي او كده، تمام؟ فطبعا الريكوست بتاعك بيعدي عليهم الاول، بدليل ان انت بتلاقي ساعات بتبقى مواقع محجوبه، صح؟ يعني مثلا في مواقع مثلا دلوقتي اخباريه حاجه في مصر مثلا، فانت بتخش على الموقع بتلاقيه محجوب. الاي اس بي هو حجمه من عنده اصلا، فما بيوصلش الريكوست بتاعك للويب سايت او للسيرفر، تمام؟ طيب لو الموقع عادي مش زي مثلا جوجل، يبقى الريكوست بتاعك هيعدي على الاي الانترنت سيرفيس بروفايدر، بعد كده الانترنت سيرفيس بروفايدر يبدا يبعته بجوجل، جوجل على طول يرد عليك بايه؟ يرد عليك ب HTTP response، تمام؟ طيب لو الصفحة موجودة، يعني زي جوجل دوت كوم مثلا، أنا مثلا بحثت عن ايجيبت مثلا في جوجل، ايجيبت، حلو كده؟ طيب جاب لي ايجيبت على الويكيبيديا اهو، أقرا معلومات عنها، يبقى أنا كده إيه بعمل response مثلا، request مثلا على الويكيبيديا، خلاص الصفحة متاحة موجودة، رجع لي بريسبونس. في الحالة دي أنا بسميه إيه؟ 202 202، تمام؟ اللي هو ايه؟ بيقول لي اوكي الصفحه دي موجوده. طب لو الصفحه مش موجوده بيقول لي ايه؟ بيرد عليا ب HTTP not found، اللي هي بتبقى الكود بتاعها 404، تمام؟ 400. لو كتبنا عندي افتح ويكي تاني كده، افتح ويكي تاني كده، لو جبنا ايجيبت مثلا وحاجه بعد ايجيبت، حط حرف بعد ايجيبت ولا حاجه، تمام؟ لا لا يعني خلي مفيش حاجه اسمها بعد ايجيبت. اوكي انت قصدك نطلب صفحه مش موجوده بالظبط. احنا نسيميليت في حاجه خضراء كده ظهرت، مش فاهم ايه ده. في مشكلة في الويبكس او حاجة، يعني في المفتاح تاني؟ انا مش عارف، ما فيش اي حاجة اصلا ظاهرة عندي، مش عارف اتحكم في الجهاز اساسا، الجهاز وقف عندي. طيب هنحل المشكلة دي يا جماعة ونحاول نرجع لكم تاني. طيب نعتذر يا جماعه، معلش اسفين على المشكله اللي حصلت دي، كانت في مشكله في البرنامج التسجيل. انت كده سامعني كويس اهو؟ تمام سامعك. اعمل بقى ميوت عندك للمايك عشان التسجيل، ولو ايه لو هتقول حاجه بقى افتح المايك. حاضر. عشان بس الصوت. طيب احنا وصلنا لحد فين؟ ان انا ايه ببعت اتش تي تي بي ريكويست لمين؟ للسيرفر، او بطلب انا على البراوزر اي يو ار ال او اي دومين نيم. لكن مثلا جوجل زي ما هو قال ايه، هنقول لجوجل ده نطلب مثلا سلاش اتش اتش 404 ظهر، يبقى رجع رد عليا بريسبونس قال لي ال 404 ذاتس ان ايرور، مفيش الحاجه اللي انت طالبها دي مش موجوده، تمام؟ الصفحه اللي انت طالبها او المحتوى اللي انت طالبه ده نوت فاوند، تمام؟ يبقى لما السيرفر رد عليا ب 404 يبقى نوت فاوند. طب لو رد عليا ب 202 يبقى ايه؟ يبقى اوكي المحتوى ده موجود، تمام؟ بس طبعا احنا ما بنعرفش الكلام ده، الكلام ده بيتم باين ذا سينز يعني. طيب يبقى ايه؟ طبعا المحتوى اللي موجود ده انا بشوف منه ثلاث حاجات بس، الثلاث حاجات بقى اللي هم الفرونت اند بتاعنا، ال HTML وال CSS والجافا سكريبت، تمام؟ اما بالنسبه للباك اند بقى اللي هو اللغات البرمجه والداتا بيس والكلام اللي بيحصل جوه ده انا ما بشوفوش. طيب بدليل لو انا جيت قلت فيو بيج سورس، هشوف عندي HTML كود اهو زي ما انتم شايفين، جافا سكريبت،
وطبعا ايه لو في سي اس هيبان، هيبان معانا كمان. ممكن مثلا لو جبنا اي ويب سايت مثلا زي كده فيو بيج سورس هيبان معانا اكتر اهو، اتش تي ام ال بيج سي اس اس جافا سكريبت زي ما انتم شايفين. تمام كده، يبقى الويب سايت رد عليا، الويب سايت اللي انا بعت له الريكوست ده بيرد عليا بايه؟ بيرد عليا بريسبونس، بيعرض قدام المحتويات اللي انا شايفه قدامكم اتش تي ام ال سي اس اس جافا سكريبت. تمام، ده كده بالنسبه لازاي الاتش تي ام ريكوست بيتبعت للسيرفر. تمام، طبعا دي ان اس دي اختصار دومين نيم سيرفيس، اللي هو الدومين نيم بتاعك. اي ويب سايت بيبقى له دومين نيم، يعني جوجل مثلا جوجل دوت كوم، ويوتيوب دوت كوم، الفيسبوك فيسبوك دوت كوم، ده الدومين نيم. وكل دومين نيم بيبقى ليه اي بي ادرس مختلف عن الدومين الثاني، يعني الاي بي ادرس دي ما بتتكررش على مستوى العالم، كل دومين ليه اي بي ادرس مختلف. تمام كده، تمام. طيب في اي سؤال يا وائل ولا الدنيا واضحه؟ وائل تمام. طيب هنا احنا ايه ان شاء الله في المحاضره دي هنبدا نشوف ايه يعني ايه الفرق بين او ايه الفرق بين الفرونت اند والباك اند. تمام، ونبدا بقى ايه نتكلم عن كل واحده، ال HTML في الفرونت اند بقى HTML CSS جافا سكريبت، ندي بس لمحه بسيطه ونبدا بقى ايه. معلش الحته دي نظري شويه انا عارف، بس هنبدا ان شاء الله نطبق على طول مع بعض. نطبق النهارده ايه، نطبق HTML مع بعض النهارده فروم سكراتش من البدايه خالص. تمام، فكله يستعد بقى كده، جهز السبلايم بتاعه، تكست ده تكست اديتور اسمه سبلايم اهو، حمله يا وائل لو انت مش محمله عشان تطبق معانا على طول. تمام، وطبعا اي براوزر بقى مش هتفرق، كروم فايرفوكس اي حاجه. سبلايم ممكن اشتغل نت او الفيجوال ستوديو؟ لا ما تشتغلش بالفيجوال ستوديو لو سمحت. ده ليه بقى؟ احنا عايزين نتعود مع بعض نبدا فروم سكراتش خالص. تمام، كل ما كانت التول اللي احنا بنستخدمها فيها امكانيات اقل، كل ما احنا هنكتب كود اكتر. انت فاهم قصدي؟ فاحنا عايزين ايه نبدا كده فروم سكراتش، ايه حاجه خفيفه، حاجه لايت كده، مش عايزين بقى نشغل دماغنا بالفيجوال ستوديو والكلام التقيل ده دلوقتي. تمام، طيب اوكي. ماشي، حاول انت تطبطبوا وتعملوا سيت اب كده وانا بتكلم. يبقى ايه الفرق بين بقى الفرونت اند والباك اند؟ نرجع. طيب الفرونت اند طبعا انت في ناس اللي هم الديفلوبرز الويب بقى، في ناس شغاله فرونت اند ديفلوبر. يعني ايه فرونت اند ديفلوبر؟ يعني هو الثلاث حاجات دول اللي شغال فيهم بس، HTML CSS جافا سكريبت. تمام، كل حياته في الثلاثه دول. طب ما في تولز تانية، في حاجات طلعت كل يوم، حاجات بتطلع جديدة، جافا انجلر جي اس مثلا، باك بون جي اس، في اللي هي اللايبرري بتاعت فيسبوك دي اسمها رياكت مثلا. ما هو كل ده بوت ستراب، كل ده تبع الايه، كل ده يندرج تحت السي اس جافا سكريبت. طبعا احنا هنطبق مع بعض كل، ان شاء الله نحاول نطبق اكبر قدر ممكن من التولز. تمام، بوت ستراب انجلر والكلام ده باذن الله، بس احنا هنركز كويس جدا على الاساسيات. كل ما الاساس بتاعك كان قوي، HTML CSS جافا سكريبت كويس، بتفهم الدنيا جايه رايحه ازاي، فاهم CSS بتعدل فيه ازاي، جافا سكريبت فاهم الكونسبتس كويس، هتقدر ان شاء الله بعد كده انت تتعلم اي حاجه. تمام، طيب يبقى احنا قلنا مين الراجل الفرونت اند ديفلوبر ده، اللي هو الراجل اللي بيتعامل مع الفرونت اند HTML CSS جافا سكريبت. طيب ممكن الديفلوبر ده يكون باك اند ديفلوبر، باك اند ديفلوبر زي مثلا بيكتب سي شارب مثلا، بس بيكتب بي اتش بي بس، بيكتب تمام، بيتعامل مع الداتابيس اس كيو ال سيرفر مثلا، مانجو دي بي، ماي سيكول، اس كيو ال سيرفر، فالحاجات دي ايه، كل ده باك اند ديفلوبر. بيبقى مطلوب منه ان هو يعرف الحاجات اللانجوج بقى اللي هي بتتعامل مع الباك اند، سي شارب سوري، بي اتش بي، الحاجات دي، نود جي اس مثلا، ويكون عارف طبعا بيتعامل مع الداتابيس كويس. في واحد بقى بتاع كله اللي هو الفول ستاك ديفلوبر. لما تسمع عن كلمه فول ستاك ديفلوبر اللي هو بتاع كله، مش معنى بتاع كله ان هو يعني، في ناس بتتلخبط بان، خلي بالكم يا جماعه برضو من النقطه دي، من معلش انا مطول في الحته دي، بس بعد كده ايه هنبدا نطبق. كنت بقول ايه، في ناس بتتلخبط بين الفرونت اند والويب ديزاين. تمام،
يعني الويب ديزاينر ده المفروض يعني الويب ديزاينر ده وراجل خاص يعني راجل بيتعامل مع الديزاين مع اليو اي، ازاي يقسم اليو اي، ازاي يعمل يقطع صفحه من البدايه، تمام، يعمل مثلا ديزاين على الفوتوشوب للويب بيج معينه او لسايت معين، ويبدا بقى ان هو يقطع ويطلع بقى سي اس اس و اتش تي ام ال وجافا سكريبت، تمام. راجل بيتعامل مع الجرافيك اكتر، راجل بيتعامل مع الجرافيك اكتر، انما الفرونت اند ديفلوبر بيتعامل كل شغله بيبقى كودينج، تمام، كل شغله بيبقى كودينج اتش تي ام ال سي اس جافا سكريبت. فيا ريت نحاول نفرق بين الموضوع ده، تمام. يبقى الفول ستاك ديفلوبر ده راجل بيكتب بيبقى فرونت اند ديفلوبر وباك اند ديفلوبر مع بعض. انت احيانا كده في بعض الوظائف انت لو دخلت على مثلا على ايه، مثلا تعال يلا نخش كده على ايه، فول ستاك ديفلوبرز جوبز، هتبص تلاقي ايه مواقع التوظيف زي ما تاب، تعال نقول لي ايه جيت هاب مثلا، بيبقوا منزلين وظايف كده على الجيت اهو، دي شركه طالبه مثلا ايه فول ستاك ديفلوبر. بيقول لي وي كانت فايند ذا بيج اور لوكينج فور، مش يبقى كده 404 ايرور، تمام. ما علينا، خلينا ايه نخش مثلا على اللينك ده، اللينك ده جلاس دور برضو شركة توظيف مشهورة برضو. اوكي طيب، فول ستاك ديفلوبر دي الجوبس كلها، احنا بقى ممكن نبحث اوكي دي ناس عايزه برضو ايه اهو، تمام، دي وظيفه الفول ستاك ديفلوبر مثلا. روبي ان ريز برضو، روبي ان ريز دي حاجه باك اند لانجويج، عارفها يا وائل ولا ايه؟ روبي ان ريز، وائل مش معانا، ما علينا، يعني باك اند ديفلوبر تقدر تكتب بيها باك اند كود زي مثلا سي شارب زي البي اتش بي، تمام. يبقى اهو زي ما احنا شايفين هو الناس دي عايزه واحد تفتح كله يكتب روبي ان ريز ويكتب جافا سكريبت جي كويري سي اس اتش تي ام ال، تمام. تعاملنا على الجيت هاب، احنا بالمناسبه ان شاء الله برضو هنتعلم ازاي نتعامل مع الجيت هاب. الجيت هاب ده سورس كنترول بينظم الكود بين التيم، فان شاء الله بعد كده ايه هيبقى في محاضرات مخصصه عن الموضوع ده. زي ما قلنا احنا اصلا بنحاول ان احنا ندي تاسكس او ان احنا نطبق حاجات في الريل وورلد، بحيث ان انت ان شاء الله تكون بعد كده ايه عارف ايه الدنيا بتحصل ايه بره، يعني ايه اللي بيحصل بره في الدنيا، وتقدر ان انت ايه تشتغل يعني مع تيم وكده، ونحاول بقدر الامكان يعني نتعرض للحاجات اللي الناس بتشتغل بيها. طيب خلصنا بقى من الجزء النظري، تعالوا بقى نخش على طول بقى في الجزء العملي. هنقول بس HTML معناها يعني هايبر تكست مارك اب لانجويج، اعمل ميوت عندك يا وائل. وبعد كده ال HTML دي اختصار هايبر تكست مارك اب لانجويج، هي بتعمل ايه؟ بتديفاين الاستراكشر بتاع البيج. الاستراكشر بتاع البيج يعني مكونات الصفحه، ايمجز تايتلز باراجراف، تمام. اوكي السي اس اس اختصار الكاسكيدنج ستايل شيتس، ودي بتديفاين الستايل بتاع الصفحه. يعني ال HTML دي عباره عن صفحه ما فيهاش اي ستايل، ما فيهاش اي الوان، ما فيهاش اي بوردرز، ما فيهاش اي حياه يعني. فالسي اس اس هي اللي بتديفاين الستايل بتاع الصفحه، تمام. الكالرز، البوردرز، الباك جراوند بتاع الصفحه، تمام. طيب جافا سكريبت طبعا هي مسؤوله عن حاجه انتراكتيف شويه، يعني بتخلي اليوزر هو اللي يقدر يتفاعل مع الصفحه، تمام. يعني بتعمل مثلا، ممكن تعمل مثلا عمليه حسابيه، يعني تخلي اليوزر مثلا يقدر يجمع مثلا يعمل عمليه حسابيه من خلال الويب سايت بتاعك بالجافا سكريبت، اوكي. تقدر تخليه مثلا يشنج كولر بتاع حاجه معينه، تمام. كل ده ان شاء الله هنطبقه مع بعض. طيب خلصنا بقى الجزء بتاع النظري، ونبدا نستعد بقى للجزء العملي ان شاء الله نطبق مع بعض. خلاص جاهز يا عم وائل؟ نزلت السبلايم ولا لسه؟ تمام، نزلت نود بلس بلس. نود بلس بلس كويس، اي تكست اديتور مش هتفرق.
طيب احنا ايه فتحنا طبعا السبلايم هو لو قلت له هنا نيو فايل ماشي نيو فايل وعملت كنترول اس عشان اسيف الفايل ده سايبه في الفولدر بتاعي هسميها مثلا ماي فيرست بيج دوت اتش تي ام ال طبعا اي ملف اتش تي ام ال لازم يكون الاكستنشن بتاعه اتش تي ام ال عشان البراوزر يقدر يعمل ماشي طبعا في استراكشر للصفحه الاتش تي ام ال لازم يكون موجود ما ينفعش اكتب اي كود اتش تي ام ال غير الاستراكشر ده يكون موجود طب الاستراكشر ده اللي هو ايه لو جيت كده كتبت في السبلايم اتش تي ام ال وعملت تاب ماشي هيعمل لي الاستراكشر الاستراكشر ده مره واحده بس بكتبه تمام وبقدر احط كل المحتوى بتاع الصفحه جوه اول حاجه عندي في فوق دوك تايب دوك تايب اتش تي ام ال دوك تايب ده يعني معناه ان انا بعرف المتصفح ان انا هشتغل اتش تي ام ال 5 خلي بالك اتش تي ام ال 5 الاتش تي ام ال 5 ان شاء الله برضو اهي هنتعرض ليها ونطبقها مع بعض تمام طيب بعد كده بيقول لي اتش تي ام ال اللي هو التاج ده اسمه تاج يا جماعه لان الاتش تي ام ال اصلا لانجوج لغه الاتش تي ام ال بتتكون من تاجز تمام من تاجز يبقى اتش تي ام ال ده تاج بيبتدي في الاول خالص وبينتهي في الاخر خالص بعد كده في عندي تاج تاني اسمه هيد الهيد ده بيحتوي التايتل تايتل العنوان بتاع الصفحه يعني مثلا انا عندي مثلا ايه ده مثلا جوجل مثلا دوت كوم بص هنا فوق بتلاقي ايه التايتل بتاع الصفحه اسمه جوجل تمام ده التايتل ده مهم جدا التايتل ده طبعا تمام يعني مثلا لو انا جيت كتبت مثلا MDN هنتكلم عنها بعد شويه طيب بص السيرش انجن جاب لك ايه محرك البحث جوجل جاب لك ايه كل الحاجات اللي فيها MDN اهو MDN مش عارف موزيلا ديفلوبر نتورك جافا سكريبت MDN ويب تكنولوجي MDN تمام يبقى التايتل مهم جدا يعني انت ممكن مثلا تكتب مقال معين او مثلا انت لو عندك ويب سايت فيه كذا صفحه مثلا صفحه مثلا من نحن الويب سايت مثلا ايه اسم مثلا ديف تاسكس ديف تاسكس دي اسم الصفحه بتاعتنا على الفيس ديف تاسكس مثلا فانت بتكتب مثلا في التايتل ده ديف تاسكس وبعد كده بتكتب اباوت اس تمام يبقى انت صفحه اباوت اس دي لما حد يجي يبحث عن ديف تاسكس هيجيب له الصفحه دي لان انت كاتب اسم الموقع في الصفحه اسم الويب سايت في التايتل يبقى يفضل ان انت اي صفحه تعملها داخل الويب سايت تمام تكتب عنوان الويب سايت نفسه عشان تسهل على جوجل او السيرش انجن ان هو يلاقي الويب سايت بتاعك واضح يا وائل تمام واضح اوكي يبقى قلنا الهيد في التايتل وفي كمان اي حاجه اليوزر مش بيشوفها ميتا داتا مثلا ريفرنس بتاع سي اس اس جافا سكريبت زي ما هنشوف بعد كده تمام البادي بقى البادي ده بقى جسم الصفحه اللي هو موجود فيه كل حاجه اليوزر بيشوفها صور تيبل هيد لاينز اي حاجه باراجرافز ديفز كل المحتوى اللي اليوزر بيشوفه قدامه موجود في البادي ماشي طيب في حاجه في ال HTML برضه اسمها كومنتس كومنتس يعني ايه كومنتس طيب لو جيت هنا قلت مثلا هيد كونتنت مثلا تعالوا كده ايه الصفحه اللي اسمها ماي فيرست بيج دي اول رايت كليك اوبن ويز فايرفوكس ده طبعا عشان افتح الصفحه تمام الهيد كونتنت ده ظهر اهو هو طبعا غلط ان انا اعمل كده المفروض ان انا اكتب الكلام ده في البادي هو هيظهر مش هيقول لي حاجه بس طبعا غلط طيب لو عايز انا كومنت السطر ده اكومنت السطر ده بعمل كده علامه اكبر من اعمل البيوت عندك اهو بعد كده داش داش وفي الاخر خالص بعمل ايه داش داش وعلامه اصغر من يبقى انا كده عملت كوميت يعني ايه كوميت يعني انا ما خليتش المتصفح تمام او الكومبايلر يشوف السطر ده خالص مش هيظهر لو جيت عملت ريفريش هنا انا سايف الاول بس كنترول اس واعمل ريفريش تمام مش هيظهر المحتوى ده يبقى المحتوى ده معمول له كوميت برده نفس الكلام لو جيت كتبت هنا اي حاجه حطيتها بين بين علامه الكوميت ده مش هيجي زيس is the page contents
مش هيظهر الموضوع ده. يعني انت معدي ليه صح؟ ايوه ايه؟ انت معدي ليه؟ صوتك مش واضح. معدي للمبرمج. تلميحاتي للمبرمج صح؟ بالظبط، تلميحات كوميت ليك انت، يعني لو انت مثلا ايه بتشتغل مع التيم وعايز تعرفه مثلا ايه، لما في واحد مثلا زميلك يجي يكتب كود بعدك او يعدل على كود انت كاتبه قبل كده، بتعرفه هو ايه ده، لكن ما بيظهرش لليوزر. تمام كده؟ تمام. طيب ايه تاني بعد كده؟ احنا عايزين بس ايه، يعني ممكن يكون في ناس فعلا عندها فكره عن اتش تي ام ال لو اتعاملت على اتش تي ام ال، بس احنا بنحاول ايه، نحاول نعد نمر مرور سريع كده، وان شاء الله برضو انتوا هتقولوا لنا في التعليقات لو في مثلا، هل في مثلا احنا نجري بسرعه في الاتش تي ام ال ولا ان احنا نمشي بنفس الريتم، او في حاجات مثلا، في حاجات جديده اتقالت في المحاضره على الاتش تي ام ال انتوا ما تعرفوهاش. تمام، يعني قولوا لنا رايكم في المحاضره بشكل عام. اوكي، لو جيت مثلا قلت مثلا اتش 1 ده اليمنت اتش تي ام ال اليمنت، تمام، يبقى انا الاليمنتس عندي في ال HTML، يعني لو جيت مثلا قلت دخلت على ال MDN هنا قلت مثلا HTML elements، تمام، HTML ده عبارة عن element، تمام، او عنصر في قلب الصفحة، تمام، البيس، الهيد، لينك، الميتا، الستايل، تمام، ادرس، ارتكل، السايت، كل دي اليمنتس. تمام، يبقى اتش 1 اليمنت بيس. طيب الاتش 1 ده عباره عن عنوان، يعني هيظهر بالشكل ده. يظهر بالشكل ده، تمام، عنوان بيبقى كبير شويه. طب لو عايز اكتب عنوان اصغر شويه هيبقى اتش 2، تمام، وهكذا اصغر شويه يبقى اتش 3 لحد اتش 6. اوكي، طيب تمام. ممكن لو انا عايز اكتب الاتش الهيدنج ده بطريقه اسرع شويه، ممكن اكتب اتش 3 مثلا واقول تاب اتش 3 واضغط تاب، السبلايم هيعمل لي على طول الاتش 3، تمام، وفي اي اليمنت كده برضه. اوكي، طيب لو انا عندي محتوى مثلا، نخش بقى على حاجه ثانيه، اي محتوى على الصفحه كده بالشكل ده، وجيت ايه عايز اخلي المحتوى ده، يعني لو انا قلت ريفريش، حاجه اسمها باراجراف، احط المحتوى ده في حاجه اسمها باراجراف، تمام، الباراجراف طبعا هو بلوك اوف كود بيسموه بلوك اليمنت. يعني ايه بلوك اليمنت؟ يعني اي حاجه ما داخل الباراجراف ده، تمام، بتبقى في بلوك منفصل عن اي حاجه تانية. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا لما جيت مثلا كتبت اتش 4 ال H4 او الباراجراف هيبقى منفصل عن ال H4، تمام، مش في سطر واحد، تمام. طيب لو جيت هنا مثلا عايز اخلي الكلمه دي مثلا، سوري، المفروض كده بولد، حد يعرف يعني ايه بولد؟ خط التخين طبعا، خط عريض، تمام، انا معظمنا عارف يعني ايه بولد، يعني انا هخلي الخط بولد يعني ايه عريض، ماشي اهو. طيب انا ممكن اعمل حاجه تانية غير البولد، ممكن اقول له سترونج، هي نفس الكلام، بس ايه الفرق بين الاثنين؟ يعني ما فيش فرق في التنفيذ، هو نفس البولد، هو نفس السترونج، بس السترونج ريكومندد
في ال HTML5 تمام. طالما انا بكتب HTML5 يبقى لازم نراعي حاجه اسمها HTML5 سيمانتيك، يعني الستاندرد بتاع ال HTML5 ده طبعا هنتكلم عليها بعدين. السيمانتيك وال HTML5 سيمانتيك هنتكلم عليها بعدين. طيب لو عايز اخلي الكلمه دي مثلا خط مايل شويه، طبعا اي تاج بيبقى ليه بدايه وليه نهايه بالشكل ده تمام. ده الفورمات بتاع اي تاج اهو بالشكل ده. لاي ايليمنت؟ لاي ايليمنت طبعا في ايليمنت ما بيبقاش ليها نهايه، يعني زي ما هنشوف بعد كده بعد شويه تمام. بس غالبا يعني اي ايليمنت ليه بدايه وليه نهايه بيتكتب بالشكل ده تمام. تمام اكبر منه اصغر منه، وهنا برضو اكبر منه اصغر منه بس بحط سلاش تمام. طيب الاي دي عملت ايه؟ عملت ايه؟ خلت الخط مايل تمام كده. طيب بس برضو قال لك ريكومندو ان انت تستخدم حاجه اسمها اي ام تمام، اختصار امبسس، اللي هي ايه برضو اتش تي ام ال 5 سيمانتيك تمام بدل الاي، هنتكلم عليها بعدين. طيب في حاجه مش واضحه؟ لا كله واضح بس طيب اعتقد الكلام ده عادي. طيب نعم السترونج والاي ام بس هم الغروب حاجه طيب غريبه. طيب احنا عرفنا معلومه بس ان ال HTML5 سيمانتيك لازم ان انت ايه، طبعا احنا يعني هي الفكره مش هتتضح ليك دلوقتي بعد كده، بس مش عايزين نخش في ال HTML5 دلوقتي تمام. تمام تعالى يا سيدي نعمل ايه، نبدا بقى في اليمنت جديد. احنا كده قلنا ايه اللي هو ايه، في اليمنت ليه بدايه وليه نهايه صح، ستارت واند. طيب في اليمنت تاني بيتكتب كده ان لاين بلوك على طول تمام، زي الايمج مثلا، زي الايمج لو جيت مثلا هنا ايه في الفايرفوكس، جيت مثلا قلت يا سيدي انا عايز اي مثلا سروت فلاور مثلا اي فلاور كده تمام. طبعا ينفع ان انا يعني احط لينك الصوره، يعني الصوره على هوست معين مثلا اونلاين، او ان انا احط اسم الصوره ذات نفسها يعني طبعا، بس لازم الصوره تكون متسيبه عندي في الفولدر. يعني لو جيت هنا مثلا عملت داونلود للصوره دي سيف اهو تمام، نركز في الحته دي عشان مهمه. فلاور اهو، فلاور دوت الامتداد بتاعها ايه، دوت جي بي جي تمام. ايه الصوره هتظهر عندي بالشكل ده اوكي. طيب ينفع برضو ان انا احط ال URL بتاعها على طول مباشرة دايركت على الويب سايت تمام. طيب لما اجي انا اقول هنا مثلا الصورة دي ليها ويدز، الاول ال SRS ده اسمه ايه؟ حد يعرف؟ فورس ايه؟ فورس لا يعني اتريبيوت، HTML اتريبيوت تمام؟ اي اليمنت في الدنيا، اي اليمنت في ال HTML باراجراف حتى سترونج مثلا H1 H2 اي اليمنت ايمج بيبقى ليه HTML اتريبيوتس. ال HTML اتريبيوت دي بتبقى مكونه من حاجتين، نيم اللي هو اسم الاتريبيوت نفسها اس ار اس، وفاليو اللي هي القيمه بتاعه الاتريبيوت تمام. الاتريبيوت دي وظيفتها ايه؟ وظيفتها ان هي بتوصف الاليمنت ده. الاليمنت ده دي صوره، طب الصوره فين السورس بتاعك؟ احطه لك في اليمنت اسمه اس ار اس.
طب بدل ما هي كبيرة مثلا كده ممكن نعمل لها مثلا ويدز. يبقى احنا قلنا ويدز ده النيم، ال 200 دي الفاليو، تمام؟ اهو يبقى انا خليت كده الويدز بتاعها ايه 200 وهكذا. طيب ده بالنسبة للصورة. طيب نتكلم في حاجة تانية برضو، نبدأ ايه ناخد حاجة ادفانسد شوية. حد يعرف ايه ده؟ ها؟ ده العنوان، انكر لينك، انكر لينك، تمام؟ لو انا عايز اكتب لينك في الصفحة، يعني لو انا عايز مثلا اقول ايه؟ تبي لينك على جوجل دوت كوم، اهو www.google.com. طبعا هو دلوقتي مش هيظهر اهو، بصوا لو انا عملت الفيش مش هيظهر. ليه مش هيظهر؟ لان انا مش حاطط حاجه هنا، مفيش تكست، مفيش تكست. برافو عليك. جو جوجل سايت اهو، لو انا رحت، طيب لو انا ضغطت هيروح على جوجل ولا مش هيروح؟ ها يلا، هيروح ولا مش هيروح؟ هيروح على جوجل. طب تعال نجرب، هيروح لنفس الصفحه. هيروح ولا مش هيروح؟ انجز. هيروح لنفس الصفحه. هيروح انهي نفس الصفحه؟ هيروح، هيشيل الصفحه دي ويروح، يروح على جوجل. طيب فايل بيقول هيروح على جوجل، تعال نضغط كده. ايه ده؟ طب ما راحش على جوجل. فايل نوت فاوند. ايه اللي فايل نوت فاوند؟ شوفوا كده فوق عمل ايه. قال لي ان ال www.google.com مش موجوده عندك في الفولدر اللي اسمه ليك 1 ده. الفولدر ده اللي فيه الصفحه بتاعتي اصلا، اللي هي فيها من الفيرست بيج. ليه الكلام ده؟ قال لي ما هو اي حاجه بتكتبها هنا في الانكر او في الاتش ريف دي، في الاتريبيوت دي، لازم تكون صفحه. يعني ايه لازم تكون صفحه؟ طيب تعالوا نعمل كده صفحه جديده خالص في الفولدر ونسميها page2.html. حلو كده، ونكتب فيها اي حاجه page2. اوكي طيب نيجي هنا اخلي دي بدل ما يروح على جوجل. المفروض ان هو في مشكله دلوقتي مش عارفينها، يعني احنا عايزين نخلي الويب سايت يروح على جوجل. طب تعالوا نكتب خليه يروح على page2 اهو، راح على page2 مفيش مشكله. طب انا عايز بقى اخليه يروح على جوجل. قال لي لا، لازم ان انت تعمل ايه؟ تكتب البروتوكول ال HTTP بروتوكول H، يعني www.google.com لازم قدامها احط ال HTTP بروتوكول، طالما هو موقع خارجي. قص على ذلك بقى اي ويب سايت انت عايز تحط اللينك بتاعه، ال HTTP بروتوكول http://، وبعد كده ايه تكتب الويب سايت بتاعك. تعال نجرب كده، نعمل بس سيف ونجرب. راح على جوجل ولا لا؟ راح، تمام؟ يبقى خلي بالك ال HTTP بروتوكول. طيب سؤال بقى، سؤال ليكم بقى، لو انا عايز اخلي الويب سايت ده اللينك ده يروح على جوجل بس الصفحه جديده، اعمل ايه؟ حد يعرف؟ ها؟ لا مش طيب، في حاجه اسمها تارجت اندرسكور بلانك اتريبيوت، تمام؟ طيب يا جماعه انا عايز اقول حاجه مهمه جدا، محدش يحفظ حاجه. انا مش عايزكم تحفظوا الكود، يعني مش عايزك ايه تقعد تقول ايه ايمج هحفظ بقى الاتروس. مش عايزك تحفظ حاجه، يعني الموضوع بسيط. يعني انت لما مثلا بدليل ان انا رحت مثلا جيت هنا كتبت زي ما عملنا من شويه MDN على فكره، اللي هي مزيولا ديفلوبر نتورك، نتورك اللي هي بتاع الديفلوبرز بتاع موزيلا، شركه موزيلا فايرفوكس، تمام؟ فانا عايزكم ان شاء الله بعد كده ندي تاسكات او ندي ريفرنس تذاكروها من الموقع ده، بس مش وقتها دلوقتي. طيب المهم لو انا جيت هنا مثلا كتبت HTML مثلا اتريبيوتس، او جيت كتبت MDN HTML attributes،
اهو HTML attribute reference جاب لي كل الاتريبيوتس اللي انا ممكن اشوفها في الدنيا في ال HTML. زي ايه مثلا؟ تعالى كده ايه نبحث على حاجه على SRS مثلا هنا كنا بنستخدمها من شويه. لو رحت هنا كده هو المفروض في حاجه تانية بس ايه SRS مش عارف بتاع ده مش شغال. البحث بتاع فايرفوكس مش شغال لي. المفروض كنترول اف صح؟ مش شغال معايا مش عارف ليه. طيب وات ايفر. لو مثلا اتريبيوت مثلا اسمها كالر مثلا اللي هي بتغير مثلا اللون بتاع الفونت نفسه تمام؟ اهو قال لي ممكن مثلا الكالر دي تغير بيها حاجه اسمها بيس فونت الفونت بتاع الحاجه تمام او الاتش ار الفونت الخاص بالاتش ار ايه مش هتبان هنا. كنت عايز اديكم مثال اوضح شويه. هي حاجات بس ايه ادفانسد شويه. انا عايز الاقي لكم حاجه اسهل شويه. ايوه اس ار اس اللي احنا كنا بنتكلم فيها دلوقتي. الاس ار اس دي زي اقول له زي امبيدد كونتنت يعني اليو ار ال تمام او اللينك يعني بتاع امبيدد كونتنت يعني محتوى زي صوره كده مثلا تمام. الصوره دي ممكن احنا قلنا ايه ممكن تكون في نفس امبيدد في نفس الحاجه في نفس الفولدر في نفس الويب سايت او ممكن تكون ويب سايت خارجي تمام. يبقى يو ار ال سواء بقى ايه خارجي او داخلي. ممكن تستخدم مع ايه الاس ار اس؟ مع الاوديو دي هناخدها في ال اتش تي ام ال 5 مع حاجه اسمها امبيد مع اي فريم مع ايمج اللي احنا استخدمناها من شويه مع انبوت. يعني اتريبيوت ممكن تستخدمها في كذا حاجه سكريبت سورس تراك فيديو في ال اتش تي ام ال 5 برضه تمام. يبقى انا ايه مش عايزك تحفظ. لو انت في حاجه مثلا مش فاكرها ممكن ترجع لها ممكن تسيرش عنها في جوجل تمام. بس مش عايزك تحفظ يعني. وانت مع التطبيق هتبص تلاقي نفسك خلاص يعني من كتر التطبيق هتبص تلاقي نفسك ان شاء الله مش محتاج يعني ان انت ايه تبحث كتير. طيب كده خلصنا الاتش لينك او الانكور لينك. نبدا بقى في حاجه جديده ال الليستس تمام. يعني ايه ليستس؟ انا عندي نوعين من الليستس، في اوردر ليست وفي ان اوردر ليست ماشي. طيب تعال نطبق على طول. اوردر ليست اوردر ليست بيبقى جواها ليست ايتمز مجموعه ليست ليست ايتمز. قول مثلا كالر ليست لو عايز مثلا ايه انظم شويه المحتوى بتاعي كالر ليست ريد يولو بلاك مثلا تمام. الليست هتظهر لي بالشكل ده اهي. هي عباره عن ليست بس اوردر يعني 1 2 3. طيب يعني اللي هي بقى ايه الان اوردر ليست دي؟ برضو نفس الكلام تحتوي على ليست ايتمز. قلت ريد واخد بقى الليست ايتم دي كوبي كده خلاص. انت معايا؟ طيب الكولر ليست سوري الاوردر ليست اللي هي مترقمه 1 2 3 4 5 اللي الان اوردر ليست اللي هي من غير ترقيم اوكي. طيب ممكن هنا مثلا ممكن اعمل مثلا هي خليها سترونج عادي يعني جوه الليست نفسها
تمام اهو. طيب ممكن اعمل حاجه تانية، ممكن اجي في اليونت دي مثلا واقول له اعمل لي ليست جوه الليست، ان اوردر ليست جوه الليست ايتم. ازاي الكلام ده؟ هاجي هنا عادي خالص اقول له اول اي، اقول له مثلا مثلا يولو او دارك يولو، تمام. هنا اقول له مثلا ريد يولو، معايا؟ في حاجة مش مقفولة عندي، الدنيا باظت. اه المفروض ان انا هنا ايه يو ال، مش مركز معايا انت واحد. لا ماشي. طيب يبقى انا عملت ايه؟ كنت هتقول حاجة؟ الشاشة صرت كده شوية وبعد كده رجعت اشتغلت تاني. طيب اليولو اللي هي يبقى انا كده عملت، قدرت اعمل ليست جوه الليست اللي هي اسمها بيسموها نستد ليست. طيب هي الاولدر ليست الاو ال دي في الاول اولدر ليست اولدر ولا اوردر؟ اوردر ليست، اوردر ليست اللي هي او ال اوردر ليست، تمام تمام عكسها ان اوردر ليست. اولدر ليست حلو تمام. الاوردر ليست ده بيديني، الاوردر ليست ده بيديني ترقيم، والان اوردر ليست بيديني نقط، تمام بالظبط. طيب يبقى ايه، يبقى انا ايه اقدر اعمل نستد اوردر في ساعات، في احيان. خلي بالك يا جماعه والله الكلام ده مهم جدا، يعني انت ممكن تاخده مثلا بتقول لا ده عادي ماشي، بس هو مهم جدا لان انت بعد ما تيجي تطبق ان شاء الله بعد كده في حاجات ادفانسد لازم الاساسيات دي تكون عارفها. يعني انت مثلا لو انا جيت قلت لك مثلا اعمل لي لوب على الكلام ده بالجافا سكريبت وجيب لي مش عارف مجموعه اوردر ليست معينه او ليست جوه ليست، فانت لازم تكون فاهم اساسيات كويس، تمام؟ تمام. طيب يلا نطبق بقى اول تاسك بقى، يلا نطبق اول تاسك. يلا بقى ايه كله يجهز معانا، الناس اللي بتسمع التسجيل جهز، وقف الفيديو وجهز بقى ايه التكست اديتور بتاعتك والعده بتاعتك عشان هنطبق اول تاسك مع بعض، تمام؟ طيب اول تاسك اهو، خلينا ايه اخد كده دراج وارمي في الفايرفوكس. ممكن ان احنا ايه نعمل حركه لذيذه كده، نقسم الشاشه كده نصين، تمام؟ طيب جاهز يا وائل؟ فتحت التكست اديتور بتاعك عشان تطبق؟ الو هو شكل الكونكشن عنده فيه مشكله. طيب 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 خلاص كده ايه فتحت التكست اديتور، حاول برضو تقسم الشاشه كده بحيث ان انت تعرف تطبق. هنطبق التاسك ده مع بعض ان شاء الله، تمام؟ ابدا يلا هنطبق مع بعض انا وانت ونشوف مين اللي هيخلص الاول، تمام؟ بس يا ريت ما تبصليش وانا بكتب، يعني انت بص للصفحه اللي على الشمال دي اوكي، وما تسرقش بقى ما تغشش. HTML ده شكله هيخلص قبلي ولا ايه؟ ايه ده؟ اه انا لازم ما حفظتش، لازم اسيب الاول الصفحه، هسيبها اقول مثلا تاسك دوت HTML، بعد كده قلت HTML وتاب خلاص، تمام. هطبق بقى انا مع نفسي، كله يا جماعه يطبق معانا، يعمل نفس الكلام اللي هو موجود على الشمال ده، تمام. من غير طبعا ما يبص يعمل فيو سورس ويغش الكلام. اغششكم شويه، واول اول حاجه دي اتش 1 ماشي.
انا طبعا عمال اضيع في وقت. اتش 1 كله يطبق معانا يا جماعة. يكتب اوكي، كله يكتب يا جماعة. طبعا غلطت غلطة شنيعة يعني. طبقوا يا جماعة، حاولوا مرة واثنين وثلاثة لحد ما تكملوا التاسك، كل يوقف الفيديو ويطبق. برضه تعمل حاجة يعني، ممكن متوقفش الفيديو بحيث نشوف انت هتخلص قبلينا ولا احنا نخلص قبلينا.
طيب انا خلصت التاسك خلاص. خلصت التاسك خلاص لا 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 حضرتك ما خلصتوش عندي بس في تقريبا مشكله. لا لا ما خلصتوش عندي لحضرتك. لا 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 يا عم عديها بقى. لا لا لسه خلصت. الاخطاء اللي عندي ايه؟ الاوردر ليست انت عاملها ال لا دي بتاع ده دي انا عاملها اتش 1 هي دي غالبا اتش 2. لا لا انا شو كان تحت في الاوردر ليست انت عاملها ان اوردر ليست. طيب استنى بس ايه نصلح دي. تمام دي اول حاجه. اوكي دي انا نسيت دي فعلا اوردر ليست. دي اوردر ليست اللي هي من اول دوك تايب. اوردر ليست اوردر ليست بس انا طبعا يعني بوصل الدنيا خالص هنا. دي هتبقى اوردر ليست. ودي طبعا ليست ايتمز. انت خلصت؟ خلصت بس عملت كومنت على طلع عندك كم خطا زي ما انت عملت بالظبط. سيبك مش بس عليك والله. طيب عندي غلطه تاني. هيدا عندي تايتل المفروض اوردر ليست. الهيد المشكلة ان مفيش حاجة اسمها كده. انا مش عارف انا بألف كود دي مفيهاش حاجة اسمها كده. انا اتلخبطت على الاخر على فكرة. عادي يا باشمهندس مش هكتب تاني. طيب انا هرجع من الاول عشان اتلخبط. of tags UL تمام ودي LI. اوكي دي LI ودي LI زي الفل. انا عندي المشكلة في الحتة دي. تمام مشكلة في الحتة دي. انا امسح من اول هنا خالص. خلاص المفروض يقول دي تحتيها اوردر ليست ال ار ال
تمام. جوه الهيد بقى جوه الهيد في تايتل الفكره يا جماعه ان انت يعني ما تزهقش ان تفضل تحاول لحد ما توصل للموضوع تمام. انا كده ظبطت عندي اهي دوك تايب بس انا ناقص عندي البادي اللي هي رقم 4 يبقى تمام. الهيد رقم 3 والبادي رقم 4 اهو. تمام. طيب الحمد لله ظبطت عندي اهي. خلاص اول خلصت تقريبا خلصت ولا اما خلصت لا اما ما خلصتش؟ مفيش حاجه اسمها تقريبا بالظبط دقيقتين. طيب خلاص اوكي بقى يا جماعه يعني احنا بنكتب قدامكم بنبراكتس قدامكم او بنكتب التاسك قدامكم لايف علشان نتعلم ازاي ان احنا نصبر على الكود ونستفيد ونتعلم من اخطائنا ونحاول مره واثنين وثلاثه لحد ما نوصل للنتيجه تمام. هو ده بجد بامانه هو ده اللي هيخلي مستواكم كويس كتابه الكود. هو يفرق معاك كويس جدا ان شاء الله. طبعا انا في عندي غلطه هنا دي المفروض كابيتال مش مفعول مش مهم ما علينا بس الدنيا مظبوطه تمام. حاول مره واثنين وثلاثه وان غلطت حاول تاني ولو جبت اخرك بقى خالص حاول ان انت ايه يعني تبص للكود بس يعني حاول برضو ان انت تكلمنا يعني اه انا غلطت في دي طب دي تتعمل ازاي فاهمني. طيب في الصفحه هنحط برضو في الفيديو الديسكريبشن في الديسكريبشن بتاع الفيديو لينك الصفحه على الفيسبوك وعلى الانستجرام. اعمل فولو في الانستجرام ولايك على الفيسبوك عشان تتابع ايه. ويا ريت برضو في الفيسبوك تعمل سيفرست يعني في حاجه كده في الاعدادات بتاع الصفحه لو تخش على الصفحه سيفرست او مشاهده اولا بحيث ان انت ايه تجي لك في اي بوست جديد ينزل لك في الاول تمام. خلاص يا وائل؟ تمام خلاص. طيب في عندك اخطاء؟ لو في حاجه يعني في حاجه واقفه معاك دلوقتي يعني في حاجه فيها مشكله عندك قول لنا وبحيث ان احنا لا هي الموضوع بالنسبه لي ما انا فهمت البيزك صراحه لا الدنيا معايا واضحه. يعني ايه مش فاهم يعني ايه فهمت البيزك؟ ما انا فهمت الـ من قبل كده قصدك الاساس بتاع نتكلم على دلوقتي لا دلوقتي طيب الحمد لله. طيب تمام. طب ايه رايك ان ناخد بريك ونرجع تاني؟ هكذا دخلنا في 54 دقيقه اهو و55 دقيقه مفيش مشكله. طيب هناخد بريك يا جماعه شويه ونرجع تاني تمام.